من أجل الحرية، وأعدم ملك وحاما في 649 من أجل الحرية. يا جمهورية 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 الشعب العربي كلمته. آنت الأوان أن ترتفع راية الحرية. آنت الأوان أن يقول الشعب كلمته القوية. أيها الأخوة، آنت الأوان التي يساهم فيها الشعب العربي في ليبيا مساهمة فعالة وإيجابية في قضية ومصير أمتها العربية. لا يحبسوا فيك ليش؟ ليش يحبسوا فيك؟ ليش يحبسوا فيك ليش؟ حبسوني ريت. هذه القضية نحولوها لوزير العدل ويعمل استئناف ويشوف إذا كان هو ظالم أرى تأكد بيبقى في الحبس. هو حابسين. وكان مظلوم راح يطلع من. كان مظلوم راح يطلع من. قلت لهم ترجع بفكوها مني يا سين. بفكوها. حبيبي. هي نصرة الله يحميك الله. الحمد لله يا حبيبي. الحمد لله انتصرت فلسطين. الحمد لله انتصرت فلسطين يا حبيبي. الحمد لله يا حبيبي. ان شاء الله غير تعود في امان الله. ان شاء الله ان شاء الله في حماية الله ان شاء الله. شكرا شاء الله. شكرا. تحب الثورة انت؟ كويسة الثورة بالنسبة لي. الثورة هاي اللي درها يباهي. Very good. Why? ليش قال لك؟ يعني باهية كلها باهية. الثورة هذه كويسة باهية لنا. He said because the revolution is good for everybody, you know. For anybody. He said long live. Yes, yes, long live. Why is the revolution good? ليش الثورة باهية؟ ثورة كويسة أحسن ثورة. تبينا نترجع الله والثورة كويسة. الثورة مجيدة نباحنا. أه؟ على إيش الثورة باهية؟ الثورة كويسة. الثورة قلعت. الثورة كما. قد أتت قوى الشعب الأصيلة لتحتمي بالشعب وبقوة الشعب وبقواه العاملة. ما هي الثورة؟
هل هي شعار؟ هل هي مبنى؟ هل هي حزب؟ هل هي رئيس؟ الثورة بالنسبة للشعب الليبي مزارع، طرق، مواصلات، تعليم، صحة، سلاح، الضمان الاجتماعي، ديمقراطية شعبية، سلطة الشعب. هذه الثورة بالنسبة للشعب الليبي. نقولها للساذجين. يا جماعة، هذا سكن الليبيين. هذا شوفوه، هذا سكن الليبيين، هذا سكن ليبيين في ليبيا، في ليبيا، ما هوش برا ليبيا، سكن ليبيين. مسكين هذا، مناقص غير شوفوا الجبس. الله غالب مساكين بأي شيء. قلت قاعد في سيارتنا، ما عندي وين اطلع بيها، ما نمشي، الله غالب علي. تفضل. مشيت طرابلس بس سرت، ما صار شيء منها. تفضل. وعندي حتى اجراءات، درت حتى جريدة، جريدة منشور بدنا نطلع فيها، نقول أسرة قاعدة في سيارة، نطلع في الحكومة الليبية أسرة قاعدة في سيارة. تفضل. ما نروليش أي حل. هذه الستارة متاعها. تفضلوا، الستارة متاعها دولاب. هذا حمام، معلش محترم الكم. شوف بالله يا إخواني، اللي يقدر إنسان سوي يقدر بدون مؤاخذة يقضي الحاجة في حمام زي هذا. بالله ضيع عيال صغيرة كيف شو ناقصة؟ بالله مش ليبي هذا. هذه كوجينة. شوفوا المطبخ. هذا المطبخ. بالله هذا الرجل اللي بين عايشين عيشة كويسة. تفضل، هذه ثلاجة. شوفوا الثلاجة. هذا شوفوا. الله غالب علينا. شوفوا يطيبوا ويحطوا في الثلاجة علشان ياكل. ما فيش واحد يعيش. أنا بدأت نحن. لا إله إلا الله. هذا منزل واحد ياكل فيه. لكن الله غالب. ما عنديش نديره. هذا المنزل التاني. تفضل. بالله ساد يا أخي المخرج. هذه اسلكه، والله يقطع، والله في خطر يعني. شوفوا هاي، بالله شوفوا خيوط الضي، ما عنديش بس اصلح. بالله 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 شوفوا الاولاد وين يرقدوا. انا سريج اطفال طبعا. كم شخص هون بيقعد في هذا المكان؟ 12 طفل. 12 طفل. انا حاط السلطه للشعب وواثق من الشعب وكل شيء للشعب، بس كرامة للشعب والسلطة للشعب والبترول للشعب والأرض للشعب والمستقبل للشعب. القرآن شنو يقول؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أريت الكارثة وينه؟ أريت السلطان وينه؟ أريت النهار لحرف وينه؟ أريت الإيدز وينه؟ أريت السكر وينه؟ أريت الضغط وينه؟ أريت الغرغرينة وينه؟ هذه غرغرينة حق لما واحد يبدأ يسكر ومؤمن بالسكير، شو بتقنع؟ زي واحد في المثل قالوا قاعد يدور ويقول أنا حبة قمح وبتاكلني الدجاجة. يا راجل عيب عليك، قالهم أنا حبة قمح وبتاكلني الدجاجة. يا راجل تعال جاي أنت بنادم وأنت فيك عوينات وفيك ودان، قالهم لا لا، أنا حبة قمح وبتاكلني الدجاجة. وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ كين ديروا الأذى؟ فالتالي قنع، قالوا مبايني قنعت بأني منيش حبة قمح. شي قنع الدجاجة؟ الدجاجة ما نقدر نقنعها، غبارة هدي. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ خبط زيد، تمش غير تخبط.
والله شيء يخليك يا سبحان الله يا سبحان الله. مش يقولك شيء يركب البراص فعلا.